محمد بونار طالب جامعي تحقت بحزب التجمع الوطني الاحرار فاش كانت عندي 19 عام. اللي خلاني ندخل الشبيبه التجمعيه انني ننمي راسي ونطور ذاتي. منذ الالتحاق ديال حزب التجمع الوطني الاحرار كاين واحد التطور من ناحيه التعامل مع المجتمع والمجتمع المدني ككل. الحزب كشباب قدم لي مجموعه من الامور منها تنميه الذات وتطوير الكفاءه. الراي ديالي حول الجامعه الصيفيه انني ان شاء الله نتوافق مع مجموعه من الشباب وندير تعرفات جديده.